نواصل مع بقية الأسئلة. السؤال المول يقول: ثلاث مفردات تحمل معنى الإباء، أسل، أتوسل، لا أصغر. لاحظ هذه الكلمات، لأن السؤال يقول: ما الدلالات الرمزية للألفاظ التالية؟ أو أذكر من النص ثلاث مفردات تحمل معنى الإباء. نعم، عفوا، أذكر ثلاث مفردات تحمل معنى الإباء، يعني الرفض. ما هي هذه الكلمات؟ إذن حينما يقول أسل لهم رغيف الخبز، لا أتوسل، كلمات تدل على الرفض. حينما يقول لا أصغر أمام بلاط أعتابك، كلها توحي برفض الشاعر، ما يلاقيه هذا الشعب أو ما يلاقيه أفراد وطنه من هذا الغاصب المحتل. إذن كلها تدل على الرفض والإباء. يأبى الشاعر أن يتوسل، يأبى الشاعر أن يعمل من فتاة هذا أو يقبل الفتاة من العدو. السؤال الآخر يقول: ما الدلالات الرمزية للألفاظ التالية: الثرو، الزيتون، العقال، والكوفية؟ ما الدلالات الرمزية لهذه الكلمات؟ لا شك أن كلمة الثرو، لاحظ الشاعر يقول الثرو، فهذه الكلمات وقبل الثرو والزيتون. الثرو شجر، يعني له أغصان وله طول، فكأن الشاعر يعبر عن ماذا؟ عن الشموخ والعلياء التي ميزت هذا الوطن العزيز، الوطن الفلسطيني. أما كلمة الزيتون حينما قال الشاعر وقبل الثرو والزيتون، فالزيتون كما تعلم أيها الطالب توحي بماذا؟ توحي بالحرية، توحي بالسلام، توحي بالأمن. وطبعا الزيتون يقال في قصة هذا أن نوح عليه السلام لما كان في السفينة أراد أن يتعرف هل يوجد بر، بر الأمان، يقال فإنه أرسل حمامة ثم جاءت بغصن زيتون، فكأنها دليل أو كأن ذلك دليل على الأمن وعلى النجاة، فاتخذ هذا الرمز يقال كرمز للسلام. ثم لما يقول الشاعر عقال وكوفية، الشاعر يتحدث عن العقال لما يقول وميزاتي، وميزاتي على رأس عقال فوق كوفية. هذا الرمز يدل على ماذا؟ لما أجد هذا الشخص وقد ميز بهذا اللباس أقول أن هذا عربي، فكأن الشاعر يفتخر بلباسه الذي ميز أمته ووطنه بالخصوص. السؤال الموالي يقول: هل تعكس القصيدة وطنية الشاعر؟ عدل، حينما تقرأ هذه القصيدة فهل تجد أصداء الوطنية ظاهرة في القصيدة؟ لا شك في ذلك، أنها توحي بوطنية الشاعر، فالشاعر لا يأبى أن يبقى مكتوف اليدين، لا يأبى أن يبقى مكتوف اليدين أمام هذا العدو الغاصب، بل هو يصرخ ملء شدقيه ويقول أنا عربي، ثم يقول سجل متحديا، ثم يقول وعنواني أنا من قرية عزلاء منسية شوارعها بلا أسماء فهل تغضب. كلمة لا تغضب أو في كلمة تغضب يكررها الشاعر تحديا لغطرسة العدو. ثم يقول آخر سؤال: إلى أي نمط ينتمي النص؟ أذكر بعض خصائصه. لا شك أيها الطالب حينما تطرقنا إلى أنماط النصوص ذكرنا كثير من الأنماط: الحواري والسردي والوصفي والحجاجي والتفسيري وغيرها من الأنماط، وقلت لك وأشرت إليك بأن النمط ينبغي أن تتعرف عليه بقليل من التفكير، وقلت عليك أن تطرح السؤال على نفسك: ما نية الشاعر؟ ما نية الكاتب؟ من خلال النية أتعرف على نمط النص، وقلت نمط وليس النوع، يعني النوع شيء آخر، النوع قد يكون قصة، رسالة، خطبة، قصيدة شعرية في الشأن الاجتماعي أو الشأن السياسي التحرري أو غير ذلك. أما حينما يكون نص ويطلب مني النمط، فالنمط كما تعرف هو الطريقة التي كتب بها الشاعر نصه. إذن أقول: ما نية الشاعر؟ حينما أقرأ هذه الكلمات
سجل أنا عربي ورقم بطاقة 50,000. ألا تحس بأن الشاعر يريد أن يسرد لك أحداثا، أحداث وطن يئن تحت وطأة الاستثمار؟ ألا تحس بأن الشاعر يريد أن يضعك في قالب حتى تدرك من هو هذا الشاعر وكيف عاش مع هذا المحتل الغاصب؟ طبعا إذن هو يروي، هو يحكي، ما دام أنه يسرد فالنمط سردي. كيف تعرفت على ذلك؟ حينما سألت نفسي ما نية الشاعر؟ إذا نيته أن يسرد لنا أحواله مع هذا العدو، وخاصة حينما يذكر الأشياء الكثيرة والأحداث الكثيرة التي رافقت حياته مع هذا العدو. البناء اللغوي، ورد في المقطع الأخير من النص الحرف إذن دل على معناه وأعربه. في آخر المطاف لما يقول الشاعر حكومة فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل، إذن سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس. تطرقنا في الحديث عن إذا وإذ ونسينا نذكر إذن، ولكن ها هي المناسبة قد حانت لنعرب إذن ونعرف معناها. إذن حرف جواب وجزاء، حينما يقول فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل، إذن الجواب عن سؤاله، الجواب سجل. الجزاء ما دام أن حكومتكم ستأخذ هذا ولا شك في ذلك سجل. إذن حرف جواب وجزاء، ونقول أن إذن تكون حرف جواب وجزاء واستقبال ونصب إذا كان جاء بعدها فعل مضارع، حينما تقول مثلا تقول لأستاذك سأجتهد طوال السنة فيقول لك الأستاذ إذن ستنجح. إذن تنجح فعل مضارع منصوب بإذن، وهذه إذن كيف تعرب؟ حرف جواب وجزاء واستقبال ونصب. جواب على السؤال جزاء لأنك قلت سأجتهد فكان جزاؤك النجاح، ونصب لأنها نصبت وأن تفيد المستقبل ولا تفيد الحاضر، تفيد المستقبل. إذن هنا حرف جواب وجزاء لأن بعدها ليس فعل مضارع. إذن سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس. السؤال الموالي استخرج فعلين مزيدين وبين أوزانهما. طبعا الفعل المزيد والمتعدي، الفعل المزيد والمجرد معروف لدى الطالب، المجرد هو ما كانت حروفه أصلية والمزيد مزيد فيه بحرف أو حرفان أو ثلاثة. فأنت حينما تقول استنبط استخرج تلاحظ بأن فيه ثلاث حروف، وحروف الزيادة كما تعلم أيها الطالب قد جمعها أهل النحو في عبارة أو في كلمة سألتمونيها، احفظها جيدا، حروف الزيادة سألتمونيها، أو قل عبارة أخرى وكلمة أخرى أهوات الإنسان، إن لم تحفظ الأولى احفظ الثانية أهوات الإنسان. فالحروف الموجودة في هذه العبارة أهوات الإنسان هي الحروف نفسها في سألتمونيها. إذن هل هناك أفعال يعني فيها الزيادة؟ طبعا هناك أفعال في النص فيها الزيادة، منها إذا راجعنا القصيدة سنجد الفعل تفتح، سنجد الفعل تفتح، ونجد هناك الفعل ترعرع، تفتح وترعرع. إذا كان قرأنا القصيدة سنجد هذا وقبل تفتح الحقب. إذن تلاحظ أن الفعل تفتح فعله المجرد هو فتح. إذن تلاحظ أن فيه زيادة تفتح تاء والتضعيف، وهذا يجوز. ولو بحثت في كلمة سألتمونيها ستجد التاء سألتمونيها أهو التي الإنسان، إذن تاء مزيدة هنا. وهناك الفعل ترعرع وأصله طبعا هذا الفعل مضاعف رعرع ولكن فيه التاء زيادة، إذن وهذا يجوز. إذن تفتح على وزن تفعل وترعرع على وزن تفعلل، لأن مطلوب مني أن أعطي الميزان. السؤال الموالي استخرج أدوات ربط حققت الاتساق في النص. طبعا قبل أن نجيب عن هذا السؤال، فهل تعرف ما معنى الاتساق؟ ما معنى الاتساق؟ حينما أقول اتسق الشيء ما معنى هذا؟ لأن أنت تدرس الاتساق والانسجام، وهناك فرق بين الاتساق والانسجام. أما الاتساق فهو ذاك التماسك الحاصل بين المفردات والعبارات، الاتساق حاصل
بين المفردات والعبارات، وكيف يتسنى لهذه العبارات والمفردات أن تكون متسقة فيما بينها إن لم تكن هناك وسائل بطبيعة الحال. إذن الوسائل هي حروف العطف، أسماء الإشارة، عن الأسماء الموصولة، كل هذه تجعل العبارة متماسكة مع العبارة التي تليها أو المفردة متماسكة مع المفردة التي تليها. ونقول بذلك أن هذه المفردات وهذه العبارات حققت الاتساق بفضل هذه الأدوات، أدوات الربط. ثم يقول: ما نوع الأسلوب وما دلالته في العبارة التالية؟ هل تغضب؟ طبعا ما نوع هذا الأسلوب؟ أنا حينما أسأل ما نوع الأسلوب، إما أن يكون خبريا وإما أن يكون إنشائيا. فهل تغضب هو أسلوب إنشائي. ما غرضه؟ طبعا حينما يقول هل تغضب كأنه يقف أمام هذا العدو المتغطرس وهو لا يبالي به، فهو يتحدى. إذن غرض الأسلوب هنا التحدي، إبراز القوة أمام العدو بأنني لا أخشاك أيها العدو، افعل ما شئت. ثم عندي السؤال الموالي: اشرح الصورة البيانية في قوله ولكني إذا ما جعت أكل آكل لحم مغتصبي، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي. فهل هذا التعبير مجازي أم حقيقة؟ طبعا الإنسان لا يأكل بغض النظر عما يشاع عن بعض القبائل، ولكن من طبع الإنسان أنه لا يأكل الإنسان. فنقول بأن الشاعر هنا شبه نفسه بماذا؟ بالوحش. فهناك مشبه به هو الشاعر، والمشبه به محذوف. وقلنا حينما ينتزع أو يبعد أو يحذف المشبه به فالاستعارة هنا مكنية، أما إذا ذكر وصرح بالمشبه به فالاستعارة تصريحية. ما غرض أو ما الأثر الذي تركته هذه الصورة؟ ما أثر هذه الصورة؟ طبعا أثرها هو توضيح المعنى وتقويته، أو تشخيص المعنى كأنه يجعل العدو عبارة عن فريسة يأكلها هذا الوحش. ثم يقول السؤال الأخير: ما دلالة استخدام ضمير المتكلم أنا في النص، في آخر النص؟ ما دلالة استخدام ضمير أنا في النص؟ تجد كثيرا أنا أنا أنا، ما دلالة ذلك؟ طبعا هو إثبات وانتماء للهوية العربية. حينما يقول أنا فالشاعر متيقن من انتمائه ومن انتسابه إلى الأمة العربية، وبالضبط إلى وطنه الفلسطيني. بهذه الكلمات أكون قد خلصت إلى النهاية، وتمنيتي لك بالنجاح والتوفيق، ولكن عليك بالتريث وقراءة النص قراءة جيدة متأنية، ثم عليك أن تمر بالمراحل الثلاث ليس فقط في اللغة العربية وإنما في سائر الامتحانات. أقرأ النص قراءة جيدة، أعرف ماذا يطلب مني من خلال الأسئلة، أبني إجابتي ثم أنتج الإجابة. وبالله التوفيق، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.